الابيضاء مصلحه الاحصنه الجويه وزاره النقل. نعم جيتي باش تشارك؟ جيتي تشارك، هذا هو الثاني بالنسبه لي، شارك في 10 وشارك في السيمي ماراثون. وفعلا المسافه 21 كيلومتر، واحد 125 متر. وبالنسبه للاجواء الحمد لله كان الجو رائع، بالنسبه للحراره كانت حراره معتدله، ماشي حراره هي منخفضه، متوسطه معتدله. الباركور كان باركور الاول كان شي شويه فيه العقبه، ولكن من بعد الانسان تيرتاح. عندنا فرير هذا تقريبا من كيلومتر 10 الفوق كله تقريبا شي صعوبه، صعوبه في الاول، بعد ديك الخمسه الاولى حتى العشره تقريبا في عدد كل عقبه. فاش قطعتي التوقيت؟ التوقيت في ساعه و 30 دقيقه، ولكن التوقيت ديالي هو ساعه و 28، حيت شربت واحد الماراثون في ملاكا على 6 سنين اللي فات، شربت في ملاكا وتنشارك في الماراثونات بزاف، شاركت في ماراثون ديال باريس، برشلونه، فالنسيا، امستردام، والدار البيضاء شاركت في جوج ماراثونات. عندهم بعد السومي عندي تقريبا واحد 40 ديال السوميات، ديال السوميات على الصعيد الوطني. تبارك الله، نشكروا الناس اللي قاموا بهذه التظاهره ونشكرهم، لان هذا الشيء راه ماشي سهل، وفي حقها تنشكرهم وتنشكروا السلطات المحليه، الامن، وتنشكروا كاع الناس اللي ساهموا من قريب ومن بعيد في هذه التظاهره. For the second time we are here, Association Rondo Horizon, we are participating to the second edition of the International Marathon of Perth, which is better and better. This is the second time, and they told me that it's flat. It's not a flat marathon. Thank you very much, guys, and hope to see you next time. اليوم كان بالنسبة لي هو أول تجربة لي في الماراثون. الجو والمطاف الحمد لله ساعدنا، كانوا أعداء قويين من كينيا، إثيوبيا، ونخبة من أعداء المغاربة تحت، عندهم توقيت جد جد قوية. الحمد لله في الكيلومتر 35 فرضت الايقاع ديالي وتمكنت انني نفوز. اليوم ماراثون فاس برهن على انه غادي في خط تصاعدي، وان شاء الله مستقبلا غيولي يضاهي ماراثونات دوليه. هذه هي اول مشاركه ديالي في ماراثون فاس، و اون ميم طو بريباراسيون الماراثون مراكش. انا سمعت من عائله لاعب صالح في المغرب فاس، وهذه التظاهره كانت زوينه بزاف، ما قدرش عطيت الفرصه ديال باش نوصل الاول والثاني، ولكن ما قدرتش. انا وصلتي الحمد لله، وصلت في المرتبه نقول لك 36، جبت نقطه زوينه، ومهم المشاركه. كان شي صعوبه في شويه صعوبه كان عندي تمزق في رجل اليسرى، ولكن الحمد لله قدرت نكمل استطعت باش نخلي هذا المركز هذا. واحد سعيد أول مشاركة عندك ولا؟ لا، كانت عندي مشاركة في ألمانيا في فرانكفورت، وكنت جبت مركز 18، وكانت هي مشاركة زوينة. وكانت عندي مشاركة في إسبانيا في برشلونة ما قدرتش نتوفق فيها، والحمد لله المهم المشاركة، ومازال الحياة مستمرة إن شاء الله، ومازال الممارسة. وشكرا لكم كثير، كنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. الماراثون الحمد لله في النسخه ديالو الثانيه، جميع لي زيكور، جميع لي تيمونياج ناجح 100%، رافيتالمون تخي كوريك، لومبيونس في لو سيركوي فرحه عارمه، الناس جميع اللي وصل، جميع اللي وصل عندهم ميداليه رافيتالمون ديالو. نشكروا الحضور ديالي، نشكروا جميع الرياضيين، نشكروا الصحافه، ونشكروا اصوات فاس على هذه المدينه اللي ما أجهاش العناء بوصول هنايا باش نعطي هذا الماراثون، وتحية للجميع. فادي من فاس، وي شرفي، هذه نور، نور ياسمين. هما شاركوا معك؟ شاركوا معنا. شاركتوا عائلة في الماراثون؟ عائلة. شنو المسافة اللي ضربتي؟ 10 كيلومتر. كانت شي صعوبة عندكم؟ لا مزيان، تبارك الله عليكم. مزيان، كل شيء مزيان. الترتيبات كانت مزيانة، الجو مزيان، كل شيء مزيان. شحال كنتي ياسمين؟ معيتي كيفاش كانت المشاركة ديالك؟ كانت أول مرة ولا تشاركي مرة ثانية؟ تشاركي مرة ثالثة؟ تشاركي مرة ثالثة؟ أوكي. ما تنساوش تتابع
تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس.